وقال الأمير سعود بن طلال أن وزارة الإسكان ستقوم بمبادرة جديدة من خلال معاينة وحجز الوحدات السكنية لمن فاتهم الالتحاق في الدفعة السابقة، وسيكون مشروع رماح باكورة هذه المشاريع وسيبدأ العمل به من الغد. معاينة الوحدات وحجز الوحدات السكنية الجاهزة هذه مرحلة جديدة بدأت فيها وزارة الإسكان لتعطي فرصة لمن فات عليهم وقت الحجز في السابق المنتجات الجاهزة. أول مشروع نبدأ فيه مشروع الرماح في 22 شوال اللي هو غدا إن شاء الله، التواصل مخصص لهم عن طريق المشروع المذكور في الرسائل النصية اللي تجي رسائل نصية على جواله، وأي شخص يرغب في الحصول على المنتج في الرماح يمكنه حجز موعد والذهاب إلى المشروع وحجز البلة الموجودة هناك.